السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. هالمرة عندنا هاللابتوب الاسوس، اسوس طبعا من سلسلة روج، الموديل مالها جي 531 جي اذا واضح امامكم. هاي اللابتوب طبعا كانت عند الزبونة ما تعرض صورة على الشاشة، فودتها على مركز صيانة بدون ذكر اسماء. هذا مركز الصيانة محاول يشحن، محاول يبرمج شريحة البايز، ولما ما محصل صورة مباشرة راح ورفع الجي بي يو من محله مثل ما تشوفون امامكم. وبما انه اللابتوب جيمنج، فبنسبة 90% من موديلات الجيمنج من تكون ترافع الجي بي يو المفروض تحصل صورة من كارت الشاشة او معالج رسوم المدمج داخل المعالج حسب ما ذكرنا الاخ والمهندس العزيز محمد عرام. طبعا بعد ما سألته يعني موديلات الجيمنج 90% او 95% منها لما ترفع معالج الرسومات بالغالب تعرض صورة من معالج الرسومات الداخلي. بعد ما رفع الجي بي يو صديقنا قال للزبون انه او للزبونة قال انه راح نجرب نعمل ريبولينج للجي بي يو، ونيم اللابتوب عنده تقريبا الشهر، فزعلت الزبونة واخذت الجهاز من عنده وجابتها على مركزنا. طبعا بما انه الجهاز شغال وبما انه ما اكو ضرر في حالة اذا شغلناه ومع عدم وجود الجي بي يو، فشغلت الجهاز ما حصلت صورة ايضا، فاستبعدت انه يكون السبب سبب العطل هو تلف الجي بي يو او مشكلة بالجي بي يو، لانه كان المفروض الجهاز يشتغل من المعالج رسومات المدمج داخل المعالج على اقل تقدير. فصراحة شيكت الفولتيات مال الجهاز كلها سليمة وكل الممانعات ايضا سليمة، فارتأيت انه اقوم ببرمجة شريحة البايوز. بعد برمجة شريحة البايوز بسوفتوير او نظام للبايوز لقيته على الفينافكس، عاد الجهاز للعمل بشكل طبيعي. خلي اشوفكم. مثل ما تشوفون الجهاز اشتغل وعرض صورة، فمشكلتنا سيد ابيجيل يورم اخوان. هسه بعد ما شغلنا الجهاز وتأكدنا من سلامة كل شي بيه، بقى عندنا مهمة وهي عمل ريبول او اعادة تكوير لارجل او بنات الجي بي يو وتركيبه محله. صراحة طلبت استنسل من النت من احد الستور او المحلات الخاصة ببيع قطع الغيار، فالستور بعث لي الستنسل بشكل خاطئ. طلبنا ستنسل متوافق مع هذا الجي بي يو، وهذا الستنسل اللي جاني مثل ما تشوفون، فاعترضت عليهم. راح تشوفون هسه، راح اطلع لكم المحادثه بيني وبين الشخص المسؤول عن المركز، مركز المبيعات، فاعتذر مني وقال انه هذا خليه عندك هديه وراح ادز لك ستنسل مناسب لهذا الجي بي يو. فبما انه الستنسل جاء خطا والزبونه مستعجله ما راح نقدر ننتظر، استعانينا ب احد مراكز الصيانه القريبه علينا. طبعا الشكر موصول للاخ مصطفى، اخونا الكبير مصطفى قام بعمل ريبولينج بالستنسل اللي عنده وسلم لي الجي بي يو جاهز لعمليه التركيب. فنحن راح نقوم بتشغيل البي جي ماشين وننتزع البورد ونركبه على البي جي ماشين ونقوم بتركيب هذا الجي بي يو محله، وبعدها نقوم بعمليه فحص الجهاز. فخليكم متابعين. اخوان طبعا راح اروح اسخن على هاي المنطقة وانتزع هذا الماسك او الحامل او المثبت للبراغي حتى لا يسقط اثناء عملية التسخين ويسوي لنا كارثة. فخلينا نروح نسخنه وننزعه ونجي نكمل ان شاء الله. يا شباب بعد ما انتزعنا هذا المثبت الخاص بالهيت سينك مال المعالج حتى لا يسقط داخل ماكينة البي جي اي، حاليا مثل ما تشوفون مكان الجي بي يو مهيأ، اصلا قام الشخص اللي قبلي بتنظيفها بهذا الشكل. طبعا من نخلي ايدنا بهذا الشكل نشوف انه المكان ملساء ما بها بنات يعني ظاهرة او خارجة عن مستوى البورد.
فمعنى ذلك انه الجي بي يو راح يقعد محله بشكل جيد. خلي اول شيء نقوم به هو انه نضع شوية فلوكس بهذا الشكل. طبعا نحرص على انه الفلوكس ما يكون كثير حتى لا يسبب عملية زحف للجي بي يو. اذا تحس صار زيادة تقدر تمسحها بهذا الشكل. هذا السهم مال الجي بي يو على السهم اللي على البورد بهذا الشكل. طيب خلينا نروح لماكينة البي جي اي ونركبه سوا، خليكم متابعين. شباب وبعد ما ثبتنا البورد على ماكينة البي جي اي ماشين، خلينا نشغلها. بسم الله. طبعا نجي نختار البروفايل المناسب. هذه القيم اللي تشوفوها مال الزمان ودرجات الحرارة، ونجي نقول له ابدأ. هسه خلينا نجي ننزل الهيتر العلوي على البورد بهذا الشكل. طبعا بعد ما نضمن انه الجي بي يو 100% محله، طبعا نسيت اغير الفوهة. المفروض الفوهة مال الهيتر تكون هاي العريضة، لانه الجي بي يو كبير عندنا، فنستخدم هذه الفوهة العريضة، لان الفوهة هنا مثل ما تشوفون فوهة ضيقة. هسه بعد ما بدلنا الفوهة مال يعني الهيتر العلوي، نقدر هسه بعد ما حسيت انه الجي بي يو او شفت انه الجي بي يو تقريبا قاعد محله، خلينا نحاول نخلخل الشيبسيت بشكل بسيط. وفعلا جاي هزه يرجع محله، وبهذا نكون ركبنا الجي بي يو محله. هسه خلي نوقف الماكينة. هننتظر البورد شوية يبرد وبعدين نقوم بتنظيفه وتجربة تسوية، خليكم متابعين. شباب خلي نجرب البورد بعد ما قمنا بتركيب الجي بي يو محلى. كنا من التجربة السريعة
قبل عملية التجميع، نشوف راح نحصل الصورة او لا. جاني زباين، ثواني ارجع لكم. هسه قمنا بتثبيت البورد بشكل مؤقت وربطنا فلكس الشاشة مثل ما تشوفون، وربطنا الكيبورد والباك لايت مال الكيبورد وزر التشغيل، وراح نجي نربط بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللابتوب اشتغل ضوء، يعني ضوء التشغيل هنا. خلينا نشوف راح نحصل الصورة ولا لا. اشتغل مثل ما تشوفون، عرض صورة. هسه ايش راح نسوي؟ راح نقوم بعملية تثبيت الجي بي يو بالماسك، ونقوم بتنظيف مجموعة التبريد وتجميع الجهاز، ونقوم بعملية الفحص السوية. فخليكم متابعين. ملاحظة، اذا تشوفون هنا معالج الرسومات انفيديا جي فورس 1660 تي اي ظاهر امامكم، ما اعرف اذا واضح عندكم بالشاشة او لا. يعني الجهاز قرأ معالج الرسومات بشكل صحيح، وان شاء الله ما بقى عندنا مشكلة. بقى انه بس مثل ما قلنا انه ننظف مجموعة التبريد ونقوم بتثبيت الجي بي يو، يعني نعززه بالماسك على الاطراف، وبعدها ان شاء الله نجمع الجهاز ونحطه تحت الضغط ونشوف راح ينطي مشاكل او يصير به اشكالات او لا. فخليكم متابعين. وهاي النتيجة بعد ما قمنا بتجميع الجهاز. طبعا واجهتني مشكلة في السريال نمبر الخاص بالجهاز، بعد ما طبعا استخدمنا بايوز من الانترنت من موقع فينيفكس صار تغير بالسريال نمبر، فاضطرينا نعمل تعديل على ملف البايوز اللي شغل الجهاز. فاستعينينا بخبرات المهندس الكبير محمد عران، طبعا الشكر موصول له، ساعدني بعملية تصحيح السريال نمبر الخاص بالجهاز وتغيير السريال نمبر اللي كان موجود على ملف الانترنت بسريال نمبر الخاص بالجهاز. وهاي النتيجة مثل ما تشوفون، جهاز شغال امامكم، ومثل ما تشوفون ظاهر امامكم معالج الرسومات اللي كان مرفوع من قبل الفني الاخر. وطبعا راح نقوم بتشغيل الجهاز. وهاي النتيجة النهائية مثل ما تشوفون امامكم اخوان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اذا عجبكم الفيديو تنسون بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم سيف قدام قناة قداوي تك، في امان الله.